الأخوة الطيبة من متظاهري أهل السدة اللي حقيقة كانوا يعني أرسلوا رسالة طيبة بالتظاهر السلمي والحضاري وطالبوا بحقوقهم بالطريقة اللي رسمها الدستور واللي اذكرها كل العالم. احنا اليوم يعني جينا مو نفتح الطريق وإنما نسمح لأهل السدة أنه يستخدمون هذا الطريق، وهم نوصيهم ديروا بالكم من المندس، ديروا بالكم من اللي لا سمح الله يحاول أنه يتاجر بهذه الفترة بطلبات المتظاهرين ويحاول أن يستغلها ويجيرها سياسيا أو إلى غير شيء. وأمنكم وسلامة أهلكم هي مسؤوليتكم جميعا، سواء كان الأجهزة الأمنية أو أهل السدة الكرام.